اخويا هاد العام ماشي بحال كاع العوام، حنا كل عام كنخدموا كنديروا مثلا هاد الحريفه راه ديالنا هي باش كنعيشوا باش معيشين الوليدات. اخويا الفاخر هاد العام شويه غالي، السلعه شويه زايده، يا غترجع لاسباب الكورونا، وانما اخويا حنا راه هادشي قاص عنا. الدرويش راه ما لاقيش فين يعيش خويا. الدلاع دابا حنا كنبيعوا فيه ب 60 ريال، الفاخر كنبيعوا فيه ب 160، هو ليمون 160 ريال واخدينه ب 110، غالي عنا اخويا الفاخر شويه. اخويا الدلاع راه واخدينه حتى هو داير في المارشي 40 ريال، كتجيبوه هنا كتبيع فيه ب 60 ريال، فين هي الكسور؟ فين هو راس المال؟ فين هو الرباح؟ وفين هو هاد الحول يا اخويا ديالنا؟ خويا راه عندنا هاد الفرصه ديال العيد اخويا كندبروا بها على راسنا، وهاد الاثمنه اللي دايرين اخويا راه بزاف، راه ما خلاو الدرويش فاش يعيش صراحه. عاش الملك. ديال الفصل الحمد لله مولفه كتكون غاليه هاد الوقت هذا، وانما هاد العام الحمد لله رخيصه، مجهود الخير تبارك الله. والبصله بعناها ب 30 ريال، الدرهم 16 ريال، والله العظيم الخير موجود. مرحبا بكم عندنا في عين الشق، كلشي ياكل كلشي ياكل، اللي عدو ياكل واللي ما عدوش ياكل. مرحبا بكم مبروك عواشركم. احنا كل عام اخويا كنترزقوا على الله في هذه المناسبه هذه، فهمتينا عندنا واحد الوجيبه فيها التمضيه، كنمضيو بهذه الحجاره هذه الشارع بلديه، فهمتيني كتخرج لك الموس واحد شويه في التمضيه زين، وكاين هذيك التمضيه الكتريك ديال المول وهذيك اللي كاينين كيديروها الطرق هذه. المهم خويا هذه الوجيبه هذه اللي كنستافدوا منها هذا العام هذا، فهمتيني بهذه التمضيه وهذه والفاخر شويه داك الشيء اللي كنتعيشوا منه، وما اثرت الكورونا والو اخويا على هذه المناسبه هذه. الحمد لله الناس كلشي معايده كلشي شاريه، الخير كاين في البلاد الحمد لله. السلام عليكم خوتي المغاربه، مبروك عواشركم. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا بمنطقه عين الشق، هنايا كنزاولوا الطقوس ديال العيد، العيد الاضحى. كما شفتوا هنا كنبيعوا انا والدري والدرب ديال انا ويا الفاخر والبصله واللوازم ديال العيد الاضحى. مهم هذا العام ماشي مهم، هذاك الشيء زاد شويه في الثمن من ناحيه ديال الكوفيد، ماشي بحال الاعوام اللي فاتت. مهم مبروك عواشركم.